عقد المجلس القومي للمرأة خلال الفترة من 1 وحتى 7 من مايو 2021 تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وقد وجه السيد الرئيس بأن يكون الهدف الأساسي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض جهود الحكومة المصرية بدعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام 2011. وقد وجه السيد الرئيس الحكومة في هذا الإطار بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية، وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، وهو الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر. تقدمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة باسم جميع فتيات وسيدات مصر بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصديقه على قانون رقم 10 من سنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتجديد عقوبة ختان الإناث. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه انتصار جديد يضاف إلى سجل انتصارات المرأة والفتاة المصرية. شاركت الدكتورة مايا مرسي في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، والذي ناقش مشروعية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022 فيما يخص المجلس القومي للمرأة. وقد أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الرئيس السيسي حافظ على مكتسبات المرأة وأعطاها المزيد من الحقوق والمكتسبات. عقد المجلس البرنامج التدريبي دعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة بالتعاون مع النيابة العامة، والذي استمر لمدة يومين بحضور 50 من معاوني ومعاونات نيابات الأسرة من محافظات أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، البحر الأحمر، قنا وأسوان، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب. تضمن البرنامج التدريبي عدداً من الموضوعات، منها التعريف بدور المجلس القومي للمرأة واختصاصاته ودور الإدارة العامة لشكاوى المرأة وسبل الحماية وكيفية الإبلاغ والمساعدة. وصل المجلس حملته لطرق الأبواب بمحافظة المنيا بالتعاون مع شركة عافية العالمية سافولا مصر تحت عنوان المعادلة الصحة، وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية اختيار منتجات الغذاء الأمنة على صحة المرأة والأسرة. نظم المجلس بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي مجموعة من الدورات التدريبية بمحافظتي أسيوط وبني سويف بهدف تنمية مهارات السيدات في مجال إقامة المشروعات الصغيرة ودورها في زيادة دخل الأسرة. يواصل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115، ومن خلال المقابلة الشخصية أو عبر الواتساب على الرقم 0175 25600، أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس بالفيسبوك.